مفروض لازم الولد يكون ابتدى ياكل عند 6 شهور،
نقل الرسمك كتير لازم يضاف عليها، لان في حاجه اسمها هيجيا 10% ما كانش تخلو لست ثمان شهور. ده بقى الكواليتي اوف لايف الثلاثه البرتقالي اللي عايدك دول هتقيله بعيد عنه. مينيمم حسابك الدايت والمينيمم بايوديفرستي والمينيمم ميل فريكونسي ارقام كلها المينيمم ده اقل حاجه مقبوله. فالارقام الارمي، بص الرقم بتاع الاكسكلوسيف ديبست من 0-42% زي ما قلنا. بص على مصر كده، كل واحد بقى يبص على بلده ويشوف مصر مش وحش من 20-40%. ايه يا بابا؟ طب بص لنا العيال اللي خدت صوره وسيتي صوره برضه، بص هتلاقي مصر مش وحشه والله تمام، لكن الارقام كلها وحشه. اوكي؟ 53% اللور اللي هو ميدل انكم كانتريز، اونلي 53% والفرق وذا مينيمم نمبر اوف ميلز العدد، تخيل 53% بس خدوا العدد المطلوب. 29% زي ما قلنا فتحت ليست 5 من الثمانيه ريكومندد ايتمز اوف فود دايفرستي. ثم 19% والفت ذا مينيمم اكسبتبل دايت، حاجه 20% يعني كل خمس اطفال في طفل واحد بياكل صح واربعه ما بياكلوش صح. الارقام مفزعه، هذه الارقام بتاعت الاوبيزيتي جلوبالي 6%، ده الارقام بتاع الويستنج في ساوث ايجيا. النظر بقى للطبيعه اسوء كمان من الارقام، لان الرقم بالنسبه لنا ما بيبينش الصوره دي. دي صوره تبين الويستنج ومأساته، دي صوره تبين الاستنتج. الارقام بتاع المصر بتقول انه حتى الاغنياء فيهم استنتج الريتشست 27 بينما البور 30%. الامباكت اوف مالنوتريشن ممكن مورتاليتي، ممكن افكشن اوف اميونيتي، ديفلوبمنتال ديليز، كوجنيتيف فانكشن. بتوجعني قوي الكوجنيتيف فانكشنز دي، لان البني ادم من غير مخ حلو بيبقى عبء على نفسه وعبء على الدوله. وكلنا بنمشي في الشارع المصري وانا ازعم ان في ناس لاك اوف كوجنيشن، اللي بتفتح لك قصاد العربيه وانت ماشي، واللي بقى يعني انا بطلت السؤال حقيقه لانه كان تنح قوي فخبطت والله، وده اللي خلاني بطل السؤال، ما استحملتش الغباء والتناحى. فلما خبطته بطريقه من نوع بس، فقاموا بيكلمني يقول لي معقوله ده؟ قلت له ابو احسن افتكرتك حيوان، لان اللي ماشي في الشارع ما يمشيش كده. فانا اسف ما افتكرتك حيوان، بس للامانه كنت موظف البنزين لقيت انه ما يعنيش هستحمل عنه. خدوا بالك من الكوجنيشن والحاجات دي، غباوه برضه تلاقيه معاه مطوه وطلع عليه البحر بس ها؟ فالخلاصه الكوجنيشن كان بيفكتف من شويه اي ديفيشنسي اللي بتوع الدكتوره ايهاب اللي اتكلمنا عليهم بكره وازاي نحل المشكله. طيب عندنا مشاكل في اليونج في التوتلرز والانفانتس، لادي الانفانتس او من سنه دول التوتلرز، ثم دول البري سكولرز. اسوء حاجه ان العيال بتنمو بسرعه جدا، ويت وهاي بين كوجنيشن لانجوج موتور فيجن فالنبل اميون سيستم فيري فالنبل. العيال دول لاسباب متعدده، مش بس كده الايتي بيهيفير يبتدي يبقى الابيتايت تقل، ويبتدي عايز ياكل نفسه اوتونومس، ويبتدي يدخل في التيبل فيدنج ومعدته خمس مرات اصغر، يبقى احتياجاته اكتر ومعدته اصغر. لو جينا بصينا العمود الازرق ده، الميه ده هي الميه ده نيت بير كيلو جرام بودي ويت في كل ايرمنت. بص بقى في كل ايرمنت التوتال بيحتاج قد ايه؟ بيحتاج قد ايه؟ 3.5 يعني 350% من الايه؟ من مثلا الفيتامين سي، من الفيتامين اي بير كيلو جرام بودي ويت، مش الابسولوت نمبر، بير كيلو جرام بودي ويت. غير الاغلي رياليتي ديت الحقيقه ثلاث حاجات ممكن يبنوا لنا الجدي. اول حاجه وي نيد تو انكارج البريست فيد، كلنا عارفين ذا بريست ذا بريست. الاطفال ادي فول ادي اهو ادي في الاوتوبيس ادي بره المكاتب تمام. اذا ايفري بادي نوز ذا بريست ذا بريست، مش محتاجه مجهود على فكره. دي ار نوت انترستد اننا نشرح لهم اصلا لاكتوفيرمين اصلا انتر
تمام وما يقدروش يطلعوا طبيعي عندنا في انديكيت في انديكيت انا اضطر استعمل فورمولا ما تستعملي ما فيش حاجه دي عشان كده اسمها سبستيتيوت بس بليز لو انت ما عندكش وقت ابعتهم للسيرتيفايد لاكتيشن كونسلتنت عارفين الدكتور اللي هم بيحاولوا يقنعوه يمكن ينفع يمكن ينفع سمتايمز ان سكسيز ان يدوا وقت ويدوا اديوكيشن للناس ما في احسن من الريست كونسلتنت لكن لو اضطريت تاخد فورمولا وي نيد تو هاف good knowledge about basic formulas versus a premium formulas. The formulas with special conditions, definitely, the cow's milk is not an option. You can't imagine that the cow's milk is not an option. After that, we enter into complementary feeding, which is what we call the okra ingredients in the nutrition panel of Allah. When we come to the most, the cow's milk is called energy gap. In 6 months, مهما كان لبن الام كفايه مش هيكفي انك ياخد اناف كالوريز فبيحصل حاجه اسمها انرجي جاب عشان كده التوصيات لازم يشوف ستار باي ذا اند اوف 6 مانس حتى لو لبن الام سيل طيب دي بعض التوصيات في الفيدنج اوف ذا فيرست يير اوف لايف الخط الاولاني بريست فيدنج او ميلك فورمولا بيقول الكميات ثم بنتكلم على السيريالز ثم الفروت اند فيجيتابل وبكميات مختلفه طبعا ديبيندز اون ذا سايز اوف ذا ستومك وكده لكن اهم حاجه وين وي جو تو ذا ويدنج اهم حاجه ركز في الحديد والباقي مش مهم بمعنى ايه مش مهم يعني ما يهمنيش تبتدي بايه هي هتبتدي بالخضار ولا بالفاكهه ولا بالسيريالز اهم حاجه تبقى حديد ما تبقى اير مايند لان ده ممكن يبقى كوركتبل فيما بعد غير بيرمننت سيكل وبالتالي بيقول لك ادي 45 سيريالز او ادي لحمه او ادي اقصى المهم اعمل لي الحديد انا بيعجبني كليفلاند كلينك جايد ده للاطفال بقى اللي فوق سنه وموزع الادوار عشان الخناقات اللي شغاله بين الامهات والعيال بيقول لك الوقت ما بياكلش كليفلاند كلينك بتقول الام مسؤوله عن ايه؟ الفود اللي بتقدمه هي اللي بتحدد النوع والمكان وامتى يعني هي الام مسؤوله عن دول لكن البيبي مسؤول عن حاجتين هياكل ايه وياكل كميه قد ايه تمام عشان نوقف بقى الخناقات اللي هو اصلا من عنده وضحاته بالشمعه عشان ياكل مفيش كلام من ده خالص اوكي ومقسمين الجروبس اوف فود جرينز وفروتس وفيجيتابلز وبروتينز وفاتس كمان انا هركز فقط على السيريالز ده شكل الحبايه في براند من بره وفي الجيرمان في جوه وفي الاندوسبيرم البراند اللي بره ده عشان يعني السيريال تمام لكن ما هوش نيوترنت بور ابدا في فايبر في فيتامين بي في بيس مينرالز لو دخلت الاندوسبيرم هتلاقي هي وظيفتها زي الماشينه زي البلاسينتا تمام بتاكل الايه السيريال فيها بروتين وفيها ليبيد وفيها فيتامينز وفيها مينرالز وفيها حتت سمنه ودول اشهر سيريالز موجوده دايما بنسمع كلمه الفايتيتس والفايتيك اسيد الفايتيتس عباره عن فايتيك اسيد واخر عامل غذائي مصيبه السيريالز هذه جواهم الفايتيتس والفايتيتس they are considered anti nutrients يعني اللي بياكل سيريال لوحده كده هو سيريال عاديه جواها فايتين والفايتين بتمنع امتصاص المينرال سواء الزنك والكابر والايرن وبتخلي البايو افيلابيلتي يبقى دايما الكونتنت موجود لكن البايو افيلابيلتي بور تمام الاماونت اوف فايتيك اسيد ممكن نتخلص منه اه طبعا ممكن نقلله بعمليه الطحن واللي هي الميلي بروسيس اللي بنعملها طيب عشان كده هتلاقي في السيريالز بيحطوا كتير فيتامين سي ليه؟ تكاونتر الانتي نيوترينت افكت بتاع الفايتامينز. لكن مش بس بالسهل ان انت بس تحط زود فيتامين سي وتفتكر الموضوع بسيط. في حاجه اسمها بري دايجيشن اوف السيريالز للاطفال الصغيره دول. لازم بيهضموا لهم الستارش قبل ما يبقى ازاي؟ الستارش المفروض الدايجيشن بتاعه يبتدي بالالفا اميليز سواء في السلايفا او بالبنكرياس ودول نوت ويل ديفلوب في
young age, the male, the capacity to ferment the complex carbohydrates لو اتضمنت كويس هتوصل تحت وهتعمل لي جي اي تروبلز انكلودينج الدايريا. طب عمليه البري دايجيشن اللي بيقولوا عليه انهم بيهضموا لهم الكربوهيدرات بتقلل الفيسكوسيتي اوف البرودكت بتخلي البرودكت ايزيا تو دايجست في البيبي الانزايمز بتاعته بالعافيه ريتينز ذا جودنس اوف ذا جرينز ما بنبوظش المايكرو نيوترينتس الثانيه وبنزود الكالوريك دنسيتي اوف ذا ميل. يبقى اذا عمليه البري دايجيشن دي مهمه. في ثلاث طرق للبري دايجيشن، حاجه اسمها زد لاين وحاجه اسمها سي اتش اي اللي هي الانزيمات البري دايجيشن وحاجه اسمها اكسكلوجن كوكينج، وكل واحده ليها ميزه وكل واحده ليها عيب. والكومبيتيشن بين الكابلز اللي بيشتغل بالسي اتش اي هيجيب لك ان ده احسن حاجه في الدنيا، واللي بيشتغل بالاكسكلوجن هيقول لك انه احسن حاجه في الدنيا. الجماعه بتوع سامسونج سي ال او جي البرودكتس بتاعتهم اللي نزلوها شغاله البري دايجيشن بالايه؟ بالاكسكلوجن كوكينج. هنشوف الاكسكلوجن بيتقال عليه في الريسنت بابليكيشن دي في 2015. Or low-cereal brands of which dietary fibers or omega 3 يعني الحبوب فيها حاجات كتير حلوة لكن جواها ما نسميه anti-nutrients, anti-nutrient factors. طيب these include الفيتات والتريبسين والتريبسين inhibitors والبوليفينولز والبوليفينولز كل الحاجات دي considered anti-nutrient factors. طيب many efforts have been made ولكن عشان تشيل حاجه من دول لان دول بيخليك تفقد الفاليو بتاعت السيريز. واتكلموا بقى في البابليكيشن على الفاليو اكستروجن كوكينج از ثيرموميكانيكال بروسس بيرميتد اتس ا تشيب بروسس باي ذا واي لكن ليها افكت بتحول اتس ا بري دايجيشن خلت بقت وان اوف ذا موست بوبيلر تكنيكس عشان السيريز تتكون. It's been considered the best method to abolish alpha amylase inhibitors or trypsins اللي بنسميها anti-nutrients. في 2019 في publication دي اللي بتقول لك ليه السيريالز مهمة؟ واحد they enhance nutrition and intake, source of energy, macromicro. compensated iron depletion. احنا اتفقنا لازم نبقى iron mining. ثلاثة بتmodify الأبر تايب مايكروبيوت. عايزين مينتين الجود بيفيتوجينيك انفايرمنت لان دي فيها فايبرز السيريالز فيها فايبرز والفايبرز ار بري بايوتيك وبعدين اديكويت فور ترانزيشن تو سوليدز حاجه في الوسط. بص في امريكان اكاديمي اوف بيدياتكس هقول لك الميديكال بوديز بتتكلم على ايه؟ على السيريالز بتقول البيبيز دايجستيف سيستم لسه مش بيبرد until 6 months يبقى مش مفروض اننا نحاول ندي سيريالز قبل 6 months عشان الدايجيشن از نوت ويل بريبيرد. دي استراليا بيقول لك انفانت سيريالز باي اكسبت ريتس 45 من 6 ل 12 شهر عايز يدي 7 سيرفينج ويكس يعني مره في اليوم لازم ياخد سيريال مره على الاقل والمره دي ما تقلش عن 20 جرام. بص في نيوزيلاند حاطين لك من 0 ل 6 ما ياخدش حبوب، من 6 ل 7 ياخد ايرون 45، من 7 ل 8 اجين ايج ابروبريتي من 8 اذا كل الاعمار دي ار ريكومندنج سيريالز الا ما قبل 6 شهور. فرنسا الحقيقه الموضوع سهل قوي بتقول لك اقل من 4 ما تديش 5 و 6 سيريالز ويزاوت جلوتن ما فيهاش جلوتن اكثر من 7 سيريالز ويز جلوتن. تمام؟ طبقوا كم ولا هومين؟ الحقيقه زي ما شرحت لكم ما هياش حبه بديله، تمام؟ ما هياش شويه بديله وهنحطهم لان انا كان دايما السؤال اللي بفكر فيه طب ويعملوا السيريالز دي ليه؟ ما ناكل بديله وخلاص. انا مش عارف اضحكوا على البتاع بديله ده ليه؟ وده في حاجه لا سمح الله؟ ها؟ فالناس فاهمة إن السيريالز ده محتاج سيرتيفيكيشن، ده محتاج موضوع معقد أكتر مما نتخيل. وهديك بس المنظر بتاع summary of recommended composition of 45 complementary foods. يا خبر أسود كل حاجة. إنما إيه؟ أهو أنا ده فهم بيعملوا في السيريالز
كينجدم نوت اونلي بي دايجيشن بس اولسو فور ديفيكيشن. بس في حاجه هيقولوا بس انا اسمع ان الحبوب بتجيب دايابيتس وبتجيب سيلياكيزي. نقول له حق قال الكلود قال لك لو اديت قبل 3 شهور هيجيله دايابيتس فعلا. طب بس احنا عينين اللي بيدي قبل 3 شهور ده حمار اوكي؟ لانه ممنوع اي اكل مهما كان اسمه مهما كان بغض النظر قبل قبل نهايه الشهر الماضي. واكيد هتسمعوا ده في النيوتريشن بكره في البانل اللي قبل الصلاه. ممنوع بغض النظر. طب لو واحد اللبن الام مخس عادي هنعمل له ايه؟ هياخد ميلك سبستيتيوت اللي هي ميلك فورم. ممنوع. وإلا فإذا لما تيجي تقول لي أيوه الجلوكوز بيجيب دايابيتس بالظبط تنسوا دايابيتس قبل 3 شهور أقول لك أنت وليس الجلوكوز ده ممنوع. مفيش حد هيدي في السن. بص الاستجابة في 2017 نفت الكلام اللي كانت قالته في 2008 الاستاذ اللي قال ده صعوبة يعمل صعوبة طلع كل الكلام ده فلس قالت لك الجلوكوز كان بيجيب أي تايم من 4 وطلع كده بقى. طب ليه 4 هو بيقولوا احنا بنقول 6 الاكسكلوز بالنسبه لنا احنا هو بيقول من 4 ل 6 عنده هو ليه انه مش خايف في كذا من الكلام احنا ونيفر بوسبل الاكسكلوز بس تاني هتكمل 6 شهور. طب هو فايوليتد الاكسكلوز ما قدرتش تكمل الاكسكلوز وهتدي له لبن فرقه عندئذ تقدر تبتدي من 4 شهور. عشان كده الاستجابه قايله انه ممكن الجلوتين كان بيتريوز consumption of large amounts very fast over the menu. يبقى ما تدخلش ثلاث وجبات سيريز ما ينفعش تبتدي جرادوال اكوربن من القواعد. وقالوا كمان كان في الاول بيقولوا اصل لازم وانت بتدخل الجلوتين يكون بريست فيد عشان يقلل. طلع الكلام ده ملوش علاقه ولا معاك الايفيدنس بيس بتاع الدكتور مرتضى طلع ملوش علاقه صار بيطلع ما بيطلعش من الكلام. طب الخلاصه لديك هو مثل النيوتريشنال ستاتس بتاع ولادنا زي الزفت وعندنا دبل بيض عندنا مال نيوتريشن في جميع انواع ماكرو ومايكرو وعندنا اوبيزيتي عندنا ستارتنج ويست كل الانواع الحقيقه ما خدتهاش اوكي؟ اول ذا انفانتس اند توتلرز عندهم مشكله they grow fast and they have more requirements but they have small stomachs breastfeeding من formulas and good complementary feeding. manufacturing baby cereals and working in the eye is not simple. ما هيش حق البديلة. okay? meaning pre-digestion, fortification. rather than the cereals, they are rich in phytic acid. لو خدت native cereals, you are having the phytic acid اللي هو anti-nutrient. okay? then the kids, that's why they are growing infant cereals. مش عشان ان الجماعه دول اخدين ساتلايتس البوست هي فرصه بس اننا نوصل المسج بتاعت السيريالز عشان البعض بيتخيل زي ما وصلنا المسج الكاوز ميلك از نوت ريكومندد اوكي مش عشان في شركات عشان الكاوز ميلك از بروهيبيتد بلو ذا ايج اوف 1 يير عشان ديون سبب برضه بنوصل نفس المسج بيبي سيريالز ار ا برودكت ذات نيد تو بي هاندل عشان ما حد بس والله العظيم حطيت لكم الصوره دي لان انا ما بحطش الصور بس دول زنقوني في المحاضره دي من 24 ساعه. ثانك يو فيري ماتش. شكرا للدكتور احمد للمحاضره الجميله. انا عايز اقول رايي ما اعرفش عليكم مواطنين ولا لا. قول يا بني. لما انا بسمع الدكتور احمد بيجي لي احساس كده كان بسمع ام كلثوم. انا مش موافق. أو بشوف الدكتور نجي أو بيعمل عملية أو بشوف محمد صلاح عمال يرقص بين إيديه كورة مش عارف أنت معايا أو لا في الموضوع ده. حلو شكرا يا دكتور أحمد. وتشوف الفرق شكرا جزيلا. الأنتي بايوتيك فاميلي يعني هتنزلوا تطلعوا تاني على كده اما الله او يقعدوا معاك ولا تعمل المحاضرتين وبعدين تبقوا تستنى الناخب بيها. لا 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 احسن ناس تقول لك غيرت ومغيرت. لا خلينا في الانتباهات احمد
تروح لبلد الانترفانس تعالى.